واقع جديد أكيد. هذا تطور خطير، أنه استخدام الأسلحة البالستية مرتين على الأقل في خلال سنتين، وهذه المرة ليس فيه عذر مقتل سليماني أو شيء من هذا القبيل. فهذا طبعا تطور خطير، وبعد 19 سنة من تحرر العراق ومن الدكتاتورية وبناء دولة جديدة، يجد له فجوات كبيرة في مجاله الأمني وحماية مواطنيه. الدولة جارة تفتخر وتقول بأنها تفتخر بعلاقتها مع العراق، تخترق سيادته وتعرض مواطنيه إلى الخطر، وكل هذه التبعات السلبية طبعا تطور خطير.